اتهمت بولندا بيلاروسيا بمواصلة نقل المهاجرين إلى حدودها على الرغم من إخلاء مخيمات بالقرب من الحدود الأسبوع الماضي. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه رئيس وزراء بولندا جولة في دول البلطيق لطلب الدعم في الأزمة. حرب هجينة تستهدف استقرار الاتحاد الأوروبي لم يشهد لها مثيل منذ نهاية الحرب الباردة. هكذا وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ما يجري على حدود بلاده مع بيلاروسيا. في زيارة مكوكية لدول البلطيق جدد مورافيتسكي الاتهامات لمينسك بترحيل مهاجرين جدد غير نظاميين نحو الحدود مع بولندا. لسوء الحظ هذه فقط بداية لأزمة أطول تسبب فيها نظام لوكاشينكو ربما بتوجيه من الكريملين. هذا ليس صراعا مع بولندا فقط ولكنه محاولة لاختراق الحدود الشرقية للناتو والاتحاد الأوروبي. حرس الحدود البولندي يقول إنه أحبط محاولة تسلل نحو 100 مهاجر نقلهم جنود بيلاروس في شاحنات نحو بولندا بالقوة. وليتوانيا المجاورة تؤكد هي الأخرى منع 44 من طالبي اللجوء من الدخول إلى أراضيها. مينسك التي أزالت مخيمات لطالبي اللجوء تنفي إثارة الأزمة بالقرب مع حدودها مع الاتحاد الأوروبي وتقول إنها بدأت ترحيل بعضهم إلى بلدانهم. أزمة طالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي تتفاعل وتثير مخاوف دول الجوار لبيلاروسيا التي تبحث فرض إجراءات عقابية ضد مينسك. إجراءات بدأت فصولها العام الماضي بفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على بيلاروسيا ردا على قمعها المعارضة في البلاد، ليتحول مسار الصراع إلى مواجهة بين الشرق والغرب سلاحها طالب اللجوء. لمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من باريس صالح القادري أستاذ الباحث السياسي. أهلا بك سيد صلاح القادري. يعني إذن الحديث الآن عن استهداف استقرار المنطقة كما يقول رئيس وزراء بولندا لم يشهد له مثيل منذ الحرب الباردة، بماذا ينبئ هذا المشهد؟ مساء الخير سيدتي الكريمة، تحياتي لك والمشاهدين. هذا المشهد هو ينبئ بتغير العلاقات الدولية في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اتبع سياسة الفراغ الاستراتيجي والتي تمدد من خلالها العديد من الدول والقوى على رأسها روسيا والصين. بعد وصول بايدن انتهت هذه السياسة واسترجعت، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسترجع مناطق نفوذها وأن تسترجع تحالفاتها التقليدية، وكان أول تحالف تقليدي هو التحالف مع أوروبا ومع أستراليا، كذلك وبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعيين أعداء الاستراتيجيين إذا صح المصطلح للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب عموما، وهي روسيا والصين. والذي يحدث الآن في 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 بولندا بين في الحدود البولندية البيلاروسية ما هو إلا نتيجة لهذا التصعيد الذي قام به بايدن من خلال صناعة إعادة التحالفات القديمة للولايات المتحدة الأمريكية، ورد عليه الروس في أكثر من منطقة، يعني منطقة صراع الذي يحدث الآن في بولندا في بيلاروسيا، يحدث نفس الشيء في أوكرانيا الآن، ويحدث نفس الشيء كذلك في البوسنة كذلك، حيث تحاول روسيا دفع الانفصاليين الصرب إلى الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دفع كذلك الانفصاليين الأوكرانيين للدخول في مواجهة مع النظام مع الحكومة الأوكرانية، والآن دفع كذلك للصراع بين بيلاروسيا وبولندا. تماما، صراع قطبين. الولايات المتحدة كما تقول تعود لتتمركز في الواجهة مرة أخرى، ولكن إذا ما نظرنا إلى نقطة مهمة جدا والتي يتم إغفالها من قبل جميع الأطراف سواء من بولندا والاتحاد الأوروبي وحتى بيلاروسيا، وهي الموضوع الإنساني. هل هذا يعني عودة هذا الصراع بهذا الشكل إلى الواجهة وكما يسميها البعض الحرب الباردة؟ هل هذا يعني بأن ذلك سيكون بشكل دائم على حساب أي ملف إنساني، وعند أي نقطة صغيرة سيقوم يعني الناس بدفع أثمان لإعادة هذه التوازنات مرة أخرى؟ نعم، كان الأمر كذلك أثناء الحرب الباردة بين المعسكر السوفيتي والمعسكر الغربي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. الغرب بشقيه، يعني سواء كان الشق الشيوعي سابقا، أقصد روسيا والصين اليوم،
أو الشق الأوروبي الأمريكي اليوم، كلاهما كان دائما يستعمل الصراعات في العديد من الدول حتى في المنطقة العربية بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، صراعات بين العديد من الأنظمة العربية كانت بالأساس وذهب ضحيتها مئات الآلاف من الشعوب العربية وغيرها من الشعوب في كل بقاع العالم، كانت هو الوسيلة من أجل تحقيق توازنات وكذلك تحقيق انتصارات وتموقعات جديدة جيوستراتيجية جديدة في العالم. هذا الذي هو يحدث اليوم، وتصبح قضية حقوق الإنسان ما هي الأكثر الأشياء آخر الأشياء أولوية، والدليل على ذلك الذي قام به النظام البيلاروسي بالتنسيق مع النظام السوري بجلب أناس وضعهم في العراء أمام الحدود البولندية، وكذلك التعامل الوحشي التي قامت به القوات الحدود أو حرس الحدود البولندي، والذي أطلق حتى الكلاب لتنهش هؤلاء اللاجئين، بمعنى أن بيلاروسيا كممثلة للقطب الذي تقوده روسيا، وكذلك بولندا كممثلة للقطب الغربي الذي تقوده أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كلاهما لا يؤمنان بحقوق الإنسان، بل يتعاملان بوحشية كبيرة، وهم يتحملان المسؤولية المشتركة فيما يحدث اليوم لهؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء. اجتماعات كثيرة في الفترة الأخيرة حول هذا الموضوع، بيان لمجموعة السبع أيضا حوله، فرض حزمة من العقوبات الجديدة على بيلاروسيا، رئيس الوزراء البولندي الآن يتوجه في جولة إلى دول البلطيق لتحصيل هذا الدعم، وبالتالي ما الذي يمكن توقعه في الأيام القليلة المقبلة؟ الذي تغير في العلاقات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان في البداية هو التعامل الغربي مع يلتسن وكل من جاء بعده على أنه على أن سياسة فرض الأمر الواقع. روسيا اليوم تؤمن كذلك بسياسة فرض الأمر الواقع، مثلما تحاول أن تفرض أمر واقع علينا سنحاول فرض أمر واقع عليكم، وهذا الذي تقوم به الآن في القرم، وتقوم به كذلك في ليبيا، وتقوم به في سوريا، وتقوم به في البوسنة كذلك هذه الأيام، وتقوم به في كرواتيا، وتقوم في أوكرانيا، وتقوم به في بيلاروسيا والحدود البولندية. بمعنى أظن أن في المرحلة القادمة مثلما كان الغرب يفرض قبل وصول بوتين سياسة فرض الأمر الواقع، سيعود اليوم بوتين يتبنى نفس السياسة وهي فرض الأمر الواقع على الأوروبيين، وأن التصعيد سيتم في العديد من النقاط، النقاط التي هي كما ذكرتها سابقا 4 أو 5 نقاط أساسية، وستستمر هذه السياسة، والذي سيدفع الفاتورة في الأخير للأسف هي الشعوب الضعيفة وطالبي اللجوء والمهاجرين. شكرا لك على هذه المشاركة معنا من باريس، صلاح القادر الباحث السياسي.